بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا هنتكلم على موضوع في غايه الاهميه، لان احنا بنستقبل شهر رمضان. فبالنسبه لمرضى الكلى، فاستنج ان رمضان نيفرولوجي برسبكتيفز، ده عنوان المحاضره. هتناوله يعني تحت العناوين ديت انتروداكشن، ثم اتكلم كورونيك كيدني ديزيز، وبعدين ترانسبلانت بيشنت ثم لا والداليسيس، وبعدين انهي بريكومنديشن. قبل ما اخش في الموضوع بتاعي، بحب طبعا اشكر اخويا الكبير الدكتور اسامه الشحات على تنظيم هذا اليوم الرائع بنقابه اطباء الداخليه يوم الجمعه 27 مايو، اللي بدا من الصباح بمحاضرات باللغه العربيه للتمريض، ثم جلسه اللي بعد الصلاه مباشره الدكتور احمد وفا اتكلم على الكارديولوجي، الدكتور اشرف عمر اتكلم على الليفر ديزيزز اند جاسترونتولوجي ديس اوردرز وصوم رمضان، وبعدين الدكتور سيد سلمون اتكلم على مرضى دايابيتس ورمضان، ثم النيوتريشن ستيتس الدكتوره دعاء حامد، والان انا هتكلم على امراض الكلى، وهيبقى بعدي الدكتوره هند هتتكلم على البريجننسي، ثم الدكتور اشرف العدوي هيتكلم على الاسما والانهيلرز يتاخدوا لها في رمضان، وبعد كده يبقى في ميت ذا اكسبيرت واسك ذا اكسبيرت. خلونا نتكلم على كرونيك كيدني ديزيز. هل الناس اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز صيام رمضان هارمفول اور سيف؟ احد المقالات اللي تناولت العنوان ده كانت مقاله للاستاذ الدكتور الوكيل من جامعه اسكندريه، وكان العنوان فيري اكسايتنج، فاستنج ذا مانث اوف رمضان باي مسلمز كود بي انجوريوس تو ذير كيدنيز. ده اللي كان العنوان بتاع المقاله. قبل ما اخد في المقالات، طول المحاضره المقالات منشوره في مجلات اسلاميه او جايه من دول اسلاميه، مفيش محاضرات، مفيش مقالات كانت اكسبيرمنتال ستاديز ولا راندومايز كنترول ستاديز، كلها كانت اوبزرفيشن ستاديز على اعداد مش كبيره من المرضى. فالمقاله بتاعت جامعه اسكندريه الدكتور هلا البرنسبال انفستيجيتور، هنا زي ما انتم شايفين كده العيانين كرونيك كيدني ديزيز وقصادهم كنترول جروب من الناس اللي هم نون كرونيك كيدني ديزيز، وهنيجي نشوف هنا الصيام اثر الجي اف ار قال لي هنا، لكن مش statistically significant، لكن اللي كان significant هو زياده اليورينري ناج في العينين كرونيك كيدني ديزيز، ومن هنا اللي كان الكونكلوجن ان ممكن صيام رمضان يبقى هناك بعض الهارم العينين كرونيك كيدني ديزيز. مقالات اخرى بتقول عكس هذا المفهوم، دي مقاله هي في 2010 كان الكرياتين كليرنس قبل رمضان هنا، وبعدين زاد اثناء الصوم، وبعد كده بعد الصوم فضل زايد، معناها انه سيف. مقاله من القصر العيني للدكتور محمد نصر الله والدكتوره نهى عثمان بيتكلموا على 131 مريض، وكان الكونكلوجن بتاعهم ان لو العيان اصر على الصيام وهناك كاردوفاسكولار ديزيز لازم ينبهوا ان هناك خطوره، وخاصه اذا كان بياخد راس بلوكرز مع كاردوفاسكولار ديزيز، لان ده بيزود الريلاتيف ريسك اوف كيدني انجري بارقام كبيره زي ما انتم شايفين في السلايد اللي قدامنا. يبقى عيان الكاردوفاسكولار ديزيز المفروض نصر او نصمم على عدم الصيام. طيب لو كاردوفاسكولار ايفنتس بس ما هوش كرونيك كيدني ديزيز، عيان عادي كاردوفاسكولار ستروك سواء ثرومبوتيك او هيمورال ستروك، اكوردنج للبابليكيشن ديت اللي هي الشهر ده، بيقولوا ان صيام رمضان ملوش اثر سيء على مرضى الستروك، لكن ده بره الكرونيك كيدني ديزيز. وكان العنوان رمضان فاستنج نوت يوجوالي اسوسييتد ويز ريسك اوف كاردوفاسكولار ايفنتس كسيستماتيك ريفيو. وعلشان هنا برضو العيان بتوع كاردوفاسكولار ديزيز اللي ما فيش فيهم دي كومبنسيشن، هنا صيام رمضان ممكن يبقى له بنفيشال افكتس، وده اجين ده بره موضوع الكيدني. وهنا كان السيرم اميلويد اي والكربنال جروب بيقل سيجنيفيكانتلي بعد صيام رمضان، معناها ان صيام رمضان هاز انتي انفلاماتوري افكت. نيجي للمقاله ديت عنوانها رمضان فاستنج ان كرونيك كيدني ديزيز does estimated glomerular filtration rate change after and before رمضان inside from many meta analysis. زي ما شايفين عدد الاستاذ مش كتيره، لكن ما فيش فرق ما بين الناس اللي صاموا او ما صاموش، سواء كان في الفصول اللي هي البارده او الحاره، معناها ان صيام رمضان according للبابليكيشن ديت اتس سيف.
لكن على الرغم من ذلك انا ليا تحفظ على كل هذه المقالات لانها observation studies وما مش ضامن السيفتي 100%. فالاصح ان انا بقيم العيان بتاعي اذا كنت مطمئن تماما ان ما بقاش في dehydration، اذا كنت مطمئن انه بيقدر يركز البول، لانه لو لا يستطيع الكونسنتريشن فيبقى في خطوره ان يبقى في dehydration، والdehydration هنا بالنسبه لنا بيزود البروجريشن اوف كرونيك ديزيز. واحد الامثله الصارخه للdehydration وتاثيره الميدو امريكان سيندروم او نيفروباثي، بيعكس الهيد ستريس نيفروباثي، وهنا الهيد اكسرسايز وهيت وريكرنت ديهيدريشن بينتهي بكرونيك كيدني ديزيز. والمقاله دي مقاله جميله جدا لانها بتناقش موضوع انفلونس اوف فيزيكال اكتيفيتي اند امبيانت تمبريتشر اون هيدريشن، ده مالهاش علاقه بالكرونيك كيدني ديزيز لانها جزء من الاوروبيان هيدريشن ريسيرش ستادي، لكن كان الكونكلوجن بتاعها بالنسبه لي هام جدا، ان environmental heat acts to reduce voluntary physical activity but this is not sufficient to prevent moderate dehydration. اللي كان بيتضح ب increased osmolarity، يبقى لو العيان chronic disease ممكن نتوقع برضه dehydration يعمل له مشكله. يبقى قبل ما انصح عيان chronic kidney disease بالصيام لابد اعمل له تقييم شامل، اتاكد ان مفيش progression في الفتره اللي قبل رمضان، البلاد بريشر از اوكي، everything is fine، الميديكيشن I can distribute it. لو انا مطمئن تماما بديله رخصه الصيام والانسب لو انا في ايام فيها حر ان انا اعيد بعد 3 ايام او بعد اسبوع الكرياتينين، اذا كان هناك زياده ملحوظه ساعتها ممكن اقول له كفايه كده صيام. ترانسبلانتيشن عيانين زارعي الكلى، دي ستادي اتنشرت على ده تتبعه مرضى اللي هو زارعين الكلى 3 سنوات ورا بعض، وكانت النتيجه انه صيام 3 شهور رمضان ورا بعض كان ما كانش فيه مشاكل لا الجي اف ار ولا البريشر ولا البروتونوريا، ومن ثم العيانين دول يقدروا يصوموا. Does repeated Ramadan fasting adversely affect kidney function in renal transplantations؟ الاجابه according to this article is no، وانه صيام رمضان سيف. بس خلي بالنا كل هؤلاء العيان كانوا ستيبل، يعني الكرياتين اقل من 150 مايكرومول بير لتر، يعني قسم على 88 تقريبا 1.7 من 10 ملي جرام بير ديسيليتر. طب لو الصيام في الصيف ولا الشتاء تفرق؟ ردت علينا المقاله ديت بتقول انه ده طبعا من السعوديه هي، انه الصيام في شهر الصيف ما فرقش، وده شهرين ورا بعض في الصيف ما فرقش، ده الداتا قبل وده الداتا بعد الصيام. اسمت جي اف ار ان سيرم كرياتينين ار نوت افكتد باي رمضان فاستنج. Does repeated Ramadan fasting adversely affect kidney function؟ دي مقالة أخرى، الإجابة كانت نو. يبقى according لهذه المقالات إن صيام رمضان ممكن لعينين الترانسبلانتيشن، لكن أنا شخصياً لازم تقييم حالة المرض. واحد، اثنين، الكيدني ترانسبلانت أوت خلال السنة فات سنة على الأقل. ثلاثة، مفيش هناك ريجكشن ولا جرافتس فانكشن. أربعة، الأدوية أقدر أوزعها على مرتين بسلاسة وبسهولة وسيفتي. يعني لو العام بياخد مونوثيرابي فور إكزامبل استرويد وأذى سيبرين ودواء ضغط اقدر اتصرف فيه، لكن لو العيان بياخد تاكرولوماس مرتين او سايكلوسبورين مرتين او ام ام اف ثلاث مرات يبقى هناك، او ايفرولوماس مرتين، وانا فهنا ما بقاش مرتاح ابدا، خاصه في الايام اللي بيبقى فيها رمضان، نهار رمضان 16 ساعه، يبقى ساعتها انا بديله رخصه الفطار. في بعض الناس قالوا لو العين ستيبل ومفيش مشكله خالص وانت عاوز يصوم ممكن يصوم في شهور الشتاء، يقضي الصيام في شهور الشتاء. ايا كان السيفتي مقدمه على اي شيء. ستونز اند رينال كوليك، طيب عينين الستونز، هل الستونز امور الستونز بتسوء في رمضان؟ المقاله بتقول بعد ما درسوا كل الميتابوليك بروفايل لا يوجد سترونج ايفيدنس ان رمضان هيبقى مزعج بالنسبه لهؤلاء المرضى. طيب الادميشن برينال كوليك نظامه ايه؟ قسموا الفترات اسبوعين قبل رمضان، الاسبوعين الاولين في رمضان، الاسبوعين التانيين، واسبوعين بعد رمضان، وكانت النتيجه اكوردنج للداتا من ثلاثه سنترز ان الادمشن بيتم اكتر في الاسبوعين الاولين من رمضان. المقاله دي السنه دي بتقول لا ده مفيش مشكله خالص. قبل ما انتقل للنقطه اللي بعدها، لكن انا هنا رايي ايه؟ احنا بنقول العينين الستون فورميشنز، ريكرنت ستون فورميشن، بنقول له بنتريت الستونز سيمتوماتيكالي او
بالتفتيت او وات ايفر ذا ميثودز اليورولوجي بتتبعوها، لكن بعد كده فروم ذا ميديكال بوينت اوف فيو بنشوف اليورينري 24 اور يورينري سامبل وبنشوف الميتابوليك بروفايل والبيست ليفل اوف ايفيدنس ان الشخص يشرب ميه طول ال 24 ساعه بحيث الميه تبقى ديستريبيوت اوفر ذا داي. يعني يمكن بنقول له نصيحه اشرب مع عقارب الساعه بحيث يكون المستهدف ان البول يبقى رايق زي ميه الحنفيه، بحيث ده يقلل فرصة كريستاليزيشن ويقلل فرصة الستون فورميشن. إذا كان ده النصيحة اللي بنصحها له هغيرها ليه في رمضان، يبقى أنا مش مقتنع إن العيان اللي عنده ريكارنت ستون فورمر إنه يصوم رمضان، وخاصة إذا كان رمضان في الصيف و16 ساعة النهار. طب الداليسيس، الداليسيس مش ناقص الفاتيجابيليتي والكلام ده كله، لو إنه الناس ساعات بتصر على الصيام، يعني هنا 635 مريض على الهيموداليسيس منهم 60 هنا هو الفاستنج 60% 64%، ولكن طبعا الصيام هيبقى مصحوب بانه يفوت جلسات الغسيل وان يبقى في بعض المشاكل زي الفاستنج هايبر كاليميا، وهيجي بعد الفطار ياخد كميات كبيره جدا من الميه في وقت قليل. فالقصص دي كلها برضو بتعمل يعني بتعمل قلق وبتخلينا مش مرتاحين. فالجنرال ادفايس للهيموداليسيس نوت تو فاست، لكن لو هو فاستنج المفروض نتتبعه ونبقى شايفين القصه ماشيه ازاي. المقاله دي بتقول 34 صاموا 252 فطروا، عينوا هيموداليسيس وتتبعوا كلينيكال بايوكيميكال بارامترز وقالوا ان الدنيا ماشيه في رمضان. لكن اترد عليها ان احنا لو بنخاطب الويسترن كوميونيتيز المسلمين اللي في الغرب المفروض نخاطبهم بايفيدنس بيز ميديسين، لكن هناك صعوبه في عمل ايفيدنس بيز ميديسين وراندوماز كنترول ستادز للعينين بتوعنا، فقصه صعبه جدا. بريتونيال داليسيس موضوع الدكستروز والكلام ده، فبيعملوا تغيير في الباترن او سكيدجول اوف بريتونيال داليسيس بحيث يبقى بالنهار مره واحده وبالليل ثلاث المرات المتعدده، وبالنهار يحطوا ايكودكسترين وبالليل يستخدموا دكستروز. ايا كان انا برضو مش مستريح للصيام هؤلاء البشر، لان في نقطتين، لو حصل ديهيدريشن والعين على داليسيس سواء هيمو او بريتونيال يبقى هناك فرصه لوس للريزيدوال كيدني فانكشن، ولوس اوف ريزيدوال كيدني فانكشن مصحوب في مش بس ان هو يفقد القدره على تكوين بول، لكن ميبي اسوسييتد ويز مورتاليتي. الفاستنج هايبر كاليميا ده مصطلح ثاني لاحظوه في الناس اللي بيصوموا فترات طويله وهم مع الداليسيس، ممكن يحصل سويتش اوف للانسولين وبالتالي ريديستريبيوشن هايبر كاليميا ممكن تحصل، ممكن تبقى معاها اريزميز ومشاكل كبيره جدا. وعلشان كده المرضى اللي على الداليسيس لما بنيجي نعمل لهم الكتيف سيرجري زي الكوليسيستيكتوم وخلافه يستحسن يبقوا في الشفت الاولاني، واذا ما كانش هيبقوا في الشفت الاولاني يبقى ساعتها بندوهم كونسنتريتد جلوكوز عشان ما يحصلش الكلام ده. لكن انا عاوز انبه زمايلي الى حاجه، ان ده اكوردنج لنيو بابليكيشنز لموضوع الصيام قبل العمليات بشكل عام مش لمرضى الكلى. المفروض ما نفرضش في الصيام، ما يبقاش الشخص يصوم ب 16 ساعه و 20 ساعه، اذا كان هيبقى في الشفت الاولاني 6 ساعات زناف للصيام، ده كمان على الفود، لكن ممكن يشرب ميه خلال يعني ساعتين او ثلاث ساعات قبل العمليه. يبقى الصيام الطويل قوي ملوش اي سيجنيفيكانت ولا ينصح به على الاطلاق. اللي عاوز يقرا مزيد من الريفيو علشان على الموضوع ده، دي احد المقالات اللي بتناقش موضوع السي كي دي والستونز والترانسبلانتيشن، ودي مقاله اخرى برضو بتناقش هذا الكلام. الناس بتدرس، يعني هنا المقاله دي بتقول لما شافوا النيرسز لقوهم بيحصل لهم فاتيجابيلتي في رمضان، فبالتالي عدد ساعات العمل للنيرس لازم تبقى محدده. هنا الادمشن في الامرجنسي ديبارتمنت بينزل للنادير بتاعه في وقت الفطار اللي هو المغرب، لكن بعد كده بساعتين بيزيد فيبقى يدرسوا عدد العماله اللي بتبقى موجوده في الاستقبال. وعشان كده بنقول احنا لازم ندرس حاله المريض كويس جدا، نقيمه ونشوف هنقدر نتعامل معاه ازاي، هنقدر نوزع الادويه ازاي. لو خدنا مثال الدايبيتيك بيشنتس، مش شرط يبقى فيه كيدني ديزيز، دايبيتيك بيشنت ننصحه بالصيام ولا الفطار؟ العينين الهاي ريسك للكومبليكيشنز لازم اقول له نوت تو فاست، لازم انصحه بعدم الصيام، وعلى راسهم تايب 1 دايبيتس اللي هو انسولين ديبندنت دايبيتس. على الرغم من ذلك في جزء مش قليل بيصر على الصيام، ساعتها لازم اعمل مانيبيوليشن بحيث ما ياخدش ريجولر انسولين الفتره بتاعه الظهر، يبقى بوزع مع السحور ومع الفطار، وساعتها بقلل كميه الانسولين بشكل معين وتتبع الجلوكوز. لكن على الاطلاق بنصحه بقول له ما فيش داعي للصيام. العيان اللي عنده بور جلايسيميك كنترول، يعني A1C فوق 8.5، العيان اللي عنده هايبو جلايسيميك ان اويرنس
لان ممكن يجي لي بمورتاليتي وسيفير اريزمز. ويمكن كان في واحد زميلنا طبيب اصر على الصيام وحصل له مشاكل كبيره جدا، وصلت في وقت من الاوقات لكاردياك ارست، سيفير ابيسودز اوف هايبوجلايسيميا، ريكارنت ابيسودز اوف هايبوجلايسيميا، هيستوري اوف كيتو اسيدوسيس ان ذا 3 مانث برايور تو رمضان. يبقى الهيستوري بتاع العيان لابد يبقى محترم تماما. هيستوري اوف هايبر اوسمولر هايبرجلايسيميا كوما، كوموربيديتيز انكلودينج ادفانسد ماكروفاسكولار كومبليكيشن، رينال ديزيز، ليفر ديزيز، اكسترا، acute illness, pregnant women, those undertaking frequent intense physical exercise and labor. يبقى كل دول لهم هاي ريسك لو صاموا وهم دايابيتك، فلذلك ننصحهم بالفطار وعدم الصيام. مين اللي بقى مودريت ريسك؟ لو مودريت ريسك ممكن يصوم، لكن لابد يبقى under complete control and monitoring. moderate glycemic control A1C ما بين 7.5 ل 8.5، ويل كنترول دايابيتس A1C اقل من 7.5، تريتد وذ سلفونيوريا، شورت اكتنج انسولين سيكريتاجوج انسولين، اور تريتد وذ ا كومبينيشن اورال اور اورال اند انسولين تريتمنت. يبقى ده مودريت ريسك. ماي فاست لو هو مصمم والطبيب بتاعه يقدر يعمل له مونيتورنج. العيان اللو ريسك شود بي ايبل تو فاست، وده ننصحه بالصيام، اللي هو العيان الدايابيتك اللي ماشي على دايت بس، او الدايابيتك ويل كنترولد وذ مونوثيرابي والادويه اللي ماشي على ميتفورمين، دي بي بي 4 انهبيتورز، اكاربوز، جلوكاجون لايبوبتايد 1 اجونست، صوديوم جلوكوز كوترانسبورتر انهبيتورز. لو ان انا معترض على الكلاس ديت لانها بتعمل جلوكوزوريا ممكن يبقى فيها فرصه اسيدوزس لعين الصيام، يبقى مفيش داعي. اور ثايو زيليدين دايونز اند اذروايز هيلثي بيرسونز. يبقى ده الكاتيجوري الثالث ده يصوم، الكاتيجوري اللي في النص بين البنين ممكن يصوم لو فيه مونيتورنج كويس، اللي فوق اللي هو الهاي ريسك ما يصومش. احنا بالنسبه لمرضى الكلى اجتمعنا من سنتين، والدكتور اسامه كتب الكلام، نزل الكلام ده في الجرايد اهوت، ده في اليوم السابع، وكان هنا في الصوره الدكتور ناجي والدكتور علاء صبري. هنا طبعا الدكتور علاء كان متبني فكره ان في مقالات، والمفروض ننظر للمقالات بعين التبصر. ولما سالناه طب العيان لو جالك في العياده تنصحه بايه؟ لو عين سكي دي قال انصحه بالفطار. هنا نفس الكلام الدكتور احمد النحاس استاذ جراحه المسالك البوليه، لما سالناه على ريكرانت ستون فورمرز برضه افاد ان الصيام ممكن يبقى هناك في مشكله منه. ومن هنا انا وصلت لمفهوم ان انا برضو زي ما بتوع السكر قسموا العيانين الى هاي ريسك وموديت ريسك ولو ريسك، انا بقسم العيانين بتوع العيانين ما اقدرش اقول لهم يصوم. مين اللي ما اقدرش اقول له يصوم؟ العيان الاكوت كيدني انجري، العيان اللي عنده انكنترولد هايبرتنشن وبياخد ادويه كتير للضغط، النيفروتيك سندروم وجايب جراس ديما ومحتاج دايوريتكس، العيان البوليوريك سواء دايبيتس انسيبيدس دايبيتس ميليتس اي كان سبب البوليوريا، لان مش هيقدر يصوم 16 ساعه، الميتابوليك ديكومبنسيشن سيفير ميتابوليك اسيدوزس، الفاست بروجريسور ستيج 3 يعني جي اف ار تحت 60، الدايبيتك كيدني ديزيز لو سميت جي اف ار تحت 45، ريكارنت ستون باسر، الترانسبلانت اللي عنده جرافت فانكشن ستيج 4 وهاير سي كي دي، العيان اللي على الهيموداليسيس او بريتينا داليسيس، والعيان اللي ماشي على بولي فارماسي ذات كانوت بي ديستريبيوتد تو سانسيت اند دون. يبقى ساعتها المفروض ان انا اديله رخصه الفطار واصر على ذلك. الناس اللي هخلوهم يصوموا الناس اللي عندهم مجرد بروتينوريا نان نفروتيك والضغط مظبوط مفيش مشكله ستيج 1 او 2 يعني جي اف ار تحت فوق ال 60، ولو حتى في هايبرتنشن يبقى ويل كنترولد واقدر اوزع الدواء بتاعه بين الفطار والسحور، يبقى ده الايه العيان. بس لازم اعمل له ايفالويشن قبل ما اصرح له، اشوف اليورين كونسنتريشن، لو هو بيقدر يكونسنتريت يورين يبقى اوكي okay. لو ما بيقدرش يبقى برضه اتتبعه، وساعات بنديله الرخصه وبيعيد الكرياتين بعد 3 ايام او اسبوع، لو في زياده مضطرده في الكرياتين ساعتها بنقول هناك هارم ولابد يفطر. في بعض الناس قال اقترحوا لو عيان ترانسبلانت وانت قلقان مش قادر توزع الادويه بتاعته ممكن تخليه يصوم في شهور الشتاء اللي هي 12 ساعه. كده او كده العيان سمع الكلام ما سمعش الكلام وشوت سبورت ذا بيشنت. ان احنا نقول ان العيان بتاع الكلى لو صام ياثم بيتهيألي مش هنوافق عليها المره دي، احنا وافقين عليها من سنتين لكن المره دي مش هنوافق عليه.
احنا بيحكمنا حاجتين، قلب مع الصيام، لان ده من الفريضه، يعني ده من الحاجات العاليه جدا، ويعتبر من الحاجات اللي المسلمين كلهم متعلقين بها. وعندنا البرين اللي هو المخ او العقل، بيقول لنا ان ممكن يبقى فيه اذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فاذا تيقنت ان هناك ضرر، واذا تيقنت ان انا مش امن على السيفتي، يبقى الرخصه واجبه. وان ربنا سبحانه وتعالى بيحب يشوف العبد بيسمع الكلام وبياخد بالرخصه اللي ربنا امر بها. احنا محتاجين مزيد من العلم، لكن هناك تشالنجز. انا ما نقدرش نعمل استادي باكسبيرمنتال موديل راندومايز كنترول استادي، فبنتتبع المقالات وبنشوف الاكسبيرينس. نيفر ستوب ليرنينج بيكول لايف نيفر ستوب تيتشينج، والانديفيدواليزيشن، وان انا اخد كل العيان كحاله ادرسه واشوف حالته واطمن على الكرياتين والبلد بريشر والاذر سيستم افكشن، لان الكدني مش قصه رقم كرياتين بس، ده العيان على بعضه. لان جود دكتور تريتس ديزيز اند جريت دكتور تريت ذا بيشنت. خلصت الكلام. اتس نوت انف تو دو يور بيست، يو ماست نو وات تو دو اند ذن دو يور بيست. طبعا مع اطيب تمنياتي، وكلكم ان شاء الله تشهدوا رمضان، وكل عام وانتم بخير.